وبيوجه ثلاث رسائل، اول كل رسالة كلمة اسمعوا او انصتوا. الرسالة الاولى بيوجهها في اصحاح 51، يقول اسمعوا لي ايها التابعين التابعون البر الطالبون الرب، انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم والى نقرة الجب التي منها حفرتم، انظروا الى ابراهيم ابيكم والى سارة التي ولدتكم، لاني دعوته وهو واحد وباركته واكثرته، فان الرب قد عز صهيون عز كل خريبها ويجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، الفرح والابتهاج يوجدان فيها، الحمد وصوت الترنم. دي اول دعوة ان الانسان يسمعها، ان ربنا عايز يفرح الانسان. تاني دعوة، انصتوا الي يا شعبي ويا امتي اصغي الي، لان شريعة من عندي تخرج وحقي اثبته نورا للشعوب. قريب بري قد برد خلاصي وذراعاي يقضيان للشعوب، اياي ترجو الجزائر وتنتظر ذراعاي. بيعلن ان البر بتاعه قريب هيقدمه للانسان، وحيعلن او يبرز الخلاص. ارفعوا الى السماوات عيونكم وانظروا الى الارض من تحت، فان السماوات كالدخان تضمحل والارض كالثوب تبلى وسكانها كالبعوض يموتون، اما خلاصي فالى الابد يكون وبري لا ينقص. يعني ان السماء والارض دي هتنتهي، لكن بر ربنا وخلاصه ملوش نهاية. ثالث رسالة، اسمعوا لي يا عارف البر الشعب الذي شريعتي في قلبه، لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم، لا ترتاعوا لانه كالثوب يأكلهم العث وكالصوف يأكلهم السوس، اما بري فالى الابد يكون وخلاصي الى دور الادوار. الرسالة الثالثة، ما تخافوش من كل القوات اللي قايمة عليكم، انها مش ممكن تأثر في خلاصي اللي انا بقدمه لكم. ثلاث رسائل في منتهى القوة. الرسالة الاولى مبنية بالرجاء الكامل. بصوا لابراهيم، ابراهيم ده كان ايه؟ واحد. شوفوا انا عملت في ابراهيم ده ايه؟ خلته أمة عظيمة. فاللي فعل في إبراهيم يشتغل إيه فيكم. دي أول رسالة. رسالة الثانية، الإنسان اللي حاسس إن بر ربنا وخلاص ربنا شيء بعيد عنه مش قادر يحصل عليه، يقول له قريب بري وبرد خلاصي، وإن هذا الخلاص لا ينقص ولا يضمحل، الناس كلها تاخد منه وما يقلش. الرسالة الثالثة للناس اللي خايفة من الصعوبات او من مقاومات الشيطان او من اغراءات العالم او من ضعف الانسان، يقول له ما تخافش، لان كل حاجة ضدك كلها تبقى زي الثوب الذي يبلى وتأكله السوس والعث. عشان كده هنشوف ان اصحاح 51 ده اصحاح مليان بالرجاء المفرح جدا لكل نفس، والله بيعلن هذا لشعبه ولكل خالقته. وبعد هذه الثلاث رسائل اللي ربنا بيقول اسمعوا انصتوا انتبهوا صدقوا طوعوا عيشوا، هنشوف موقف الانسان ايه بعد ما ربنا اعلن له هذا. ده اللي هنبقى نكمله في اصحاح 51. اشعياء 51 من عدد 1 صفحة 1054. اسمعوا لي ايها التابعون البر الطالبون الرب،
انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم والى نقرة الجب التي منها حفرتم. انظروا الى ابراهيم ابيكم والى سارة التي ولدتكم، لاني دعوته وهو واحد وباركته واكثرته. فان الرب قد عز صهيون، عز كل خربها، ويجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب. الفرح والابتهاج يوجدان فيها، الحمد وصوت الترنم. الله لما بيتكلم وبيقول اسمعوا لي، يعني عايز ينبه الذهن ان الكلام اللي بيقوله كلام مهم جدا للانسان، وان الكلام الرسالة الاولانية اللي ربنا بيبعتها لنا النهاردة هي نفس الرسالة اللي بعتها في ايام اشعيا لصهيون او اورشليم. واورشليم في كانت في الوقت ده هو بتتصف بثلاث صفات. اول حاجة انها مسبية، مسبية يعني وقع في الاسر. تاني حاجة انها كانت خربانة، كانت اسوارها مهدومة ومبانيها مهدومة. وتالت حاجة انها كانت خالية من السكان، مسبية وخربانة وخالية. ده نتيجة الخطية اللي هي عاشتها، ونتيجة بعدها عن ربنا وعدم تمسكها بالله وثباتها في ربنا. صارت انها تحت تأثير السبي او في قوة متسلطة عليها، والقوة دي دمرتها بالتمام، خربتها وفضتها من كل اللي فيها. وان كانت صهيون او اورشليم دي ترمز للنفس البشرية واللي بتعمله الخطية فينا او سلطان الخطية علينا، ان هي بتقصرنا بعادات او بافكار او بسلطان معين بتتحكم فينا، الرغبات والشهوات والاحزان والمتاعب والاحباطات، وان الخطية بتدمر كل حاجة فينا لدرجة انها بتتركنا مجرد خرابة. انسان حاسس ان حياته عبارة عن خرابة، ما فيهاش اي حاجة مبنية، ما فيهاش اي حاجة ليها شكل، ليها جمال، ليها منظر، ليها نظافة. انسان فاضي من جوه، ما فيش حاجة، لا في فرح ولا في سلام ولا في راحة ولا في اطمئنان، لكن في خوف، في قلق، في اضطراب، في انزعاج باستمرار. ربنا بعت رسالة لأورشليم اللي هي خربانة وخالية ومسبية، يقول لها في الاصحاحات اللي فاتت ان انت بدل ما انت مسبية هتبقي حرة، مفيش حاجة هتتسلط عليكي، مفيش حاجة هتذلك، وان انت بدل ما انت خربانة ستعمرين وتبنين، ده اروع وابدع ما يكون. وبدل ما انت فاضية وحاسة بفراغ من جوه ومن بره، انك هيبقى اولادك يملوكي لدرجة ان هم يقولوا لك وسعي لينا المكان، وهتتملي وتستعجبي وتقولي الولاد دول كلهم جم منين. ده كان وعد ربنا. لكن مين اللي يصدق ان ممكن الخراب يتبني، وممكن النفس الفارغة او التعبانة تتملي، او مين اللي يتمتع بكل ده؟ ربنا ادى مواعيد كتيرة جدا للنفس انه ممكن وعايز يغير فيها حاجات كتيرة، وعايز يريحها ويفرحها، وعايز ان هو يخليها في اجمل وفي اروع صورة. لكن الناس ما بتصدقش. فربنا بعت لهم الرسالة الاولانية يقول لهم ايه؟ اسمعوا لي ايها التابعون البر. تابعون البر يعني الناس اللي بتدور على البر، وكلمة بر يعني الصح. الانسان اللي بيدور على الصح، اللي بيدور على النظافة، اللي بيدور على القداسة، اللي بيدور على الراحة، اللي بيدور على الفرح، لان الحاجات دي كلها مرتبطة بالصح. يعني انا ما اقدرش ارتاح الا اذا كانت حياتي صح، ما اقدرش افرح الا اذا كانت حياتي صح، ما اقدرش اعيش في سلام
ويتنزع من قلبي الخوف والقلق الا اذا كانت حياتي صح. فالانسان اللي بيدور على الصح او عايز يتبع البر او يتبع الصح، ربنا بيقول له انا هو البر، انا هو الصح. الطالبون الرب، لان مفيش بر ومفيش صح الا من خلال الله. الانسان ما يقدرش يتمتع بحياة صحيحة الا اذا كان ربنا موجود في حياته. ما يقدرش يتمتع بالراحة وبالفرح الا اذا كان ربنا موجود في حياته. ما يقدرش يتمتع بالسلام الا اذا كان ربنا موجود. ما يقدرش يتمتع بالنظافة الا اذا كان ربنا موجود. عشان كده بيقول ان الانسان اللي بيدور على ربنا وحاسس ان ربنا ده حاجة بعيدة، وان ربنا ده يعني حاجة خيال، وان ربنا ده حاجة مستحيلة، بيبعث له الرسالة دهية. بيقول له انظر الى الصخر، او انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم، والى نقرة الجب التي منها حفرتم. انظروا الى ابراهيم ابيكم والى سارة التي ولدتكم، لاني دعوته وهو واحد وباركته واكثرته. ربنا عشان يأكد صدق مواعيده وعشان يأكد ان اللي بيقوله له لابد ان هو يتم ولابد ان هو يتحقق للناس اللي مش قادرة تختبر، بيقول له بص للصخر اللي انت اتقطعت منه. تعرفين الصخر دي يعني ايه؟ رمز الايه؟ لا، صخر، الصخرة دي فيها حياة. هل ممكن من الصخر يخرج حياة؟ واحد اتقطع من الصخر هيطلع ايه؟ صخرة مفهوش حياة. فبيقول بصوا للصخرة اللي انتوا اتقطعتوا منها. مين هو الصخرة دي اللي احنا اتقطعنا منها؟ هو بيوضحها، ابراهيم. ابراهيم كان صخرة، حاجة صلبة ما فيهاش حياة، لانه في الوقت اللي خلت فيه اسحاق وبشرية نسلت وجت من اسحاق، كان ابراهيم شيخ، شيخ فقد كل قدرات الحياة. وكانت سارة ايضا امرأة كبيرة في السن، حتى مستودع سارة ورحمها والمبيض بتاعها فقد القدرة على الحياة. لكن بالرغم من انهم كانوا عبارة عن حتة صخرة ما فيهاش حياة، كان عبارة عن حتة حفرة، والحفرة باستمرار تشير الى الهاوية او الى الموت. كان بيقع في حفرة بيخاف من الموت، لكن طلع من عدم الحياة ومن الموت حياة. هي دي قدرة ربنا. عشان كده ربنا بيقول لنا بصوا اللي انا عملته قبل كده. الصخر اللي انتوا منه قطعتم ما كانش فيه حياة، لكن انظروا انا خرجت من هذه الصخرة حياة، وخرجت من هذا الجب اللي هو رمز للحفرة او للهاوية او للموت، طلعت منها حياة. كان ابراهيم بكل المقاييس مستحيل ان تخرج منه حياة، وسارة بكل المقاييس كان مستحيل انه يخرج منها حياة، لكن ربنا خرج منها حياة. نفس الخربانة والخالية والمسبية اللي حاسة ان مفيش امل، مفيش رجاء، مش ممكن اتصلح، مش ممكن اعيش حياة نظيفة، مش ممكن يبقى لي حياة مقدسة، مش ممكن افرح فرح مقدس وارتاح راحة مقدسة، اللي حاسس ان مفيش فايدة من نفسه، لان الخطية والموت اللي ورا الخطية بيسرف كل كيانه وفي كل اعضائه وفي افكاره وفي مشاعره وفي جسده وفي كل تصرفاته وفي كل سلوكياته. ده ربنا بيقول له بص لابراهيم، انظر للصخرة اللي انت قطعت منها وشوف انا عملت بيها ايه. انظروا الى ابراهيم ابيكم، بصوا لابراهيم اللي كان وصل لحد الموت ولكن ربنا طلع منه حياة. طيب هو ابراهيم عشان ربنا يطلع منه حياة، ابراهيم عمل ايه؟ ايه اللي تميزت بيه حياة ابراهيم؟ تسليم حياته لايدين ربنا،
لانه كان عنده ايمان في الله، عنده ثقة في ربنا، والتسليم والايمان دول اترجموا الى طاعة. مكان ما كان ربنا بيقول له روح كان بيروح، وزي ما ربنا بيقول له اعمل كان بيعمل. فعشان كده لما بيقول لنا انظروا لابراهيم، مش بس انظروا انه كان ما عندوش امكانيات وكان وصل لحد اليأس وقال هو ذا انا ماضي عقيما وما منيش فايدة، لكن قال لنا برضك انظروا لإيمان إبراهيم، انظروا لتسليم إبراهيم، انظروا لطاعة إبراهيم، واعملوا زيه علشان تختبروا اللي اختبروا إبراهيم. تعلموا منه بالتأمل في حياة اللي قبليكم، وخدوا خبرة من الناس اللي سبقوكم. عشان كده وهو واحد وصر التي ولدتكم، لاني دعوت وهو واحد، كان فرد واحد، لكن باركته واكثرته، لكن عملت معاه عمل عجيب جدا لدرجة ان نسله صار كرمل البحر وصار كنجوم الايه السماء. فوات كتيرة جدا وفي مواقف كتيرة جدا في حياة ابراهيم كان لوحده، حتى لوط ابن اخوه سابه، حتى اسماعيل اللي ولدته هاجر اضطر في وقت من الاوقات انه يطرده مع امه، وقف لوحده. لكن برغم ان هو كان واحد، لكن ربنا خرج منه حاجات كتيرة جدا. فاذا كان الله فعل مع ابراهيم فهو يقدر انه يعمل معايا ومعاك ومعاكي. العمل قبل كده يعمل دلوقتي وبعد كده ايضا. وده عمل ربنا باستمرار مع كل نفس حست ان ما منهاش فايدة، لكن بصت لربنا وسلمت حياتها لربنا ووفقت في ربنا وطوعت ربنا، ربنا عمل معها اعمال عجيبة جدا. عشان كده الرسالة الاولى اللي ربنا بيبعتها ان ربنا عايز يفرح كل نفس. عشان كده يقول فان الرب قد عزى صهيون، عزى يعني فرحها، ان ربنا عايز يشتغل مع كل واحد. الكنيسة نفسها كانت عبارة عن طفل رضيع صغير، لكن بحياة الايمان والتسليم والطاعة صارت شعب ممتد ويملأ كل ارجاء العالم. فالعمل في ابراهيم يقدر يعمل معايا ومعاك، لان الله لابد ان هو يتمم كل وعد وعد بيه الانسان. كل وعد اعطاه للانسان الله عايز يعمله، عايز يكمله، لدرجة ان بولس الرسول بيقول لنا آية جميلة جدا في افسس 3، عشان النفس اللي حاسة ان ما منهاش فايدة ومش ممكن انها توصل للصح وتوصل لربنا وتعيش ربنا، يقول تعبير جميل قوي في افسس 3 عدد 14 صفحة 314، بيقول بسبب هذا احني ركبتي لدى ابي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الارض. ربنا دل منه كل حياة لكي يعطيكم بحسب غنى مجده. ربنا ده بيدي الانسان بايه؟ بحسب غنى، ومش غنى وبس، بمجد. لانه ممكن يبقى واحد غني بطريق غير ممجد وغير شريف، لكن الله يعطينا، يعني عايز يدينا بحسب غنى مجده، ان تتأيدوا بالقوة بروحه. انكم تتقووا. الانسان اللي حاسس انه ضعيف ومش قادر يعمل حاجة، ربنا يقويه ويقيده بالقوة بروحه. في الانسان الباطل ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم، وانتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. العرض والطول دول البعد الافقي، والعمق والعلو دول البعد الرأسي. اي حاجة في الكون لها بعد افقي وبعد
رأسي. وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، تعرف ان المسيح بيحبك وان محبته دي فوق ما تتصور. يبقى اول حاجة ربنا عايز يديك حسب غنى مجده، ربنا بيأيدك بقوة، ربنا بيحبك محبة فوق ما تتصور وتتخيل. لكي تمتلئوا الى كل ملء الله، خدوا بالكم بقى من الآية الجاية، والقادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. تخط القادر ان يفعل فوق كل شيء، يعني بالرغم من كل صعوبة. فوق كل شيء دي حاجات كتيرة، بالرغم من ضعفي، بالرغم من الناس المحيطين بي اللي بيعثروني وبيتعبوني، بالرغم من المجتمع اللي انا عايش فيه، بالرغم من العالم، بالرغم من الاغراءات، بالرغم من المخاوف، بالرغم من الاحباطات، القادر ان يفعل فوق كل شيء، فوق كل حاجة، كل سبب يحاول يعطل ان انت تتمتع بقدرة ربنا اكثر جدا مما نطلب او نفتكر، فوق ما ان احنا نتخيل او فوق اللي احنا بنطلبه او ان احنا بنترجاه. ليه؟ يقول بحسب القوة التي تعمل فينا. محدش يحس ان هو ضعيف، لان في قوة بتعمل فينا، بس المهم انك تكتشفها، المهم ان انت تتفاعل معاها، المهم ان انت تقبلها، المهم انك تصدقها، المهم انك تمسك فيها. عشان كده ناس كتيرة وان كانت بتحس ان مفيش فايدة مني، لا، ربنا بيقول كده، بص لابراهيم وشوف اللي عملته مع ابراهيم، واللي عملته مع ابراهيم انا اعمله معاك. ليه؟ لان هدف ربنا ان هو يعزيني، ان هو يفرحني، ويفرحني فوق ما انا افتكر او اتخيل، ويفرحني فوق كمان ما انا بطلب. فان الرب قد عزى صهيون. نرجع تاني لاشعياء 51 على 3. فان الرب قد عزى صهيون، عزى كل خرابها، فرح كل الخراب اللي فيها. لما الخراب ده يبنى ويعمر باجمل وارقى وابدع ما يكون، يجعل بريتها كعدم. البرية دي الارض الغير مزروعة، الارض المقفرة، ربنا يخليها كجنة عدم، كعدم، كجنة الرب، وباديتها البادية اللي هي الصحراء كجنة الرب. تغيير الله يريد ان يفرح به الانسان، انه يغير كل ما في الانسان بالرغم من ضعفه وبالرغم من كل الخطايا اللي وصل لها والحالة المزرية اللي وصل ليها، لكن ربنا عايز يغير في الانسان عشان الانسان يفرح. ده اكتر من كده، الفرح والابتهاج يوجدان فيها. ما هو كل الناس بتدور على الفرح وعلى البهجة، لكن يا ترى الانسان بيقدر يحقق الفرح والبهجة في حياته؟ كلمة يوجدان يعني يتحققوا فعلا، تبقى شيء موجود. الانسان ساعات بيضحك على نفسه بفرح وبهجة هما مجرد سراب دخان، ما هماش حقيقي، لكن الله هو اللي فعلا يقدر يحقق البهجة والفرح في حياة الانسان. يوجدان، يبقوا شيء موجود، ليه كيان، شيء محسوس، شيء مختبر. الحمد وصوت الترنم، الشكر والترنيم والتسبيح، بدل ما كانت ساكتة، او ساعات الأورشليم ساكتة لانها خربانة وخاوية، او ساعات النفس ما بتبقاش ساكتة، لكن النفس عمالة تصوت تئن من الالم ومن الدمار ومن الخراب. ربنا يقول لا، مفيش انين، مفيش سكوت،
لكن في حمد، في صوت ترنم، في فرح، في ابتهاج. فالرسالة الاولانية اللي ربنا عايز يبعثها لينا اسمعوا لي، يعني خدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله وبصوا للي انا عملته قبل كده لاني عايز اعمله معاكم. يبعث ربنا رسالة تانية ايضا لأورشليم وللنفس البشرية. انصتوا الي يا شعبي يا امتي اصغي الي، لان شريعة من عندي تخرج وحقي اثبته نورا للشعوب. قريب بري قد برز خلاصي، وذراعاي يقضيان للشعوب، واياي ترجو الجزائر وتنتظر ذراعاي. انصتوا يعني اسمعوا واصغوا باهتمام بتيقظ، استمعوا الي، انصتوا الي يا شعبي. شوفوا لطف ربنا ومحبة ربنا الكبيرة. ما زال هنا بيسمي اورشليم دي ايه؟ شعبه، برغم انها كانت وصلت حالة من الخطية وترك ربنا وحالة من الدنس والنجاسة لدرجة انها انفصلت عنه وسلمت للسبي وللخراب وللدمار، لكن ربنا ما زال متمسك ويقول للانسان انت ما زلت شعبي، انت بتاعي، انا ما زلت عايزك، اخترتك ولم ارفضك. يا امتي اصغي الي. وكأن الله بيتحايل على الانسان انه يصحى من نومه ومن غفلته ومن سرحانه ويدي لربنا ودن باهتمام، لان شريعة من عندي تخرج. هديكوا شريعة جديدة. ما هو الشريعة كان ربنا زمان ادها للايه؟ لموسى وللشعب، لكن الشعب ما قدرش يعيشها، ما قدرش ينفذ وصايا ربنا، ما قدرش يعيش مع الله. فقال له طب في شريعة تخرج من عندي حجيلك، وحقي اثبته نورا للشعوب. حقي اللي هو بري هثبته، هخليه ثابت ما يتغيرش، وينور لكل الشعوب، مش بس لإسرائيل الشعب المختار، لكن لكل الناس. مين هو هذا الحق؟ شخص المسيح. ومين هذا هو النور؟ أيضا شخص الإيه؟ المسيح. هيبقى للكل. والشريعة الجديدة أو العهد الجديد هي مش إن الإنسان بيعملها بنفسه، لكن الانسان بيعيشها بالمسيح الساكن فيه. انا ما بنفذش الوصية دلوقتي في العهد الجديد بقدرتي وبقوتي لاني ما اقدرش، لكن انا بنفذ الوصية بالمسيح اللي فيا، بالمسيح اللي انا متحد بيه، بالمسيح اللي انا ثابت فيه وهو ثابت فيا. حقي اثبته نورا للشعوب. بعدين يقول خبر مفرح، قريب بري. البر اللي انتوا بتدوروا عليه ده ايه؟ قريب جدا منكم، قربت منكم، ما بقاش بعيد عنكم. قد اقترب منكم ملكوت الله. شفنا التعبير at hand يعني في متناول اليد. ملكوت الله او بر الله بقى في متناول يد كل انسان. قد برز خلاصي. برز يعني ظهر بشدة. الخلاص اللي كل نفس بتترجاه، خلاص من الخطية، خلاص من الدينونة، خلاص من الالم، خلاص من الحزن، خلاص من القلق، خلاص من الخوف، خلاص من كل شيء. ربنا بيقول برز خلاصي، ظهر واستعلن بمنتهى الوضوح. وذراعاي يقضيان للشعوب. درعات الاثنين هما اللي بيقدموا لكم البر، وهما اللي بيعلنوا لكم الخلاص، وهما اللي بيحكموا لكم. اياي ترجو الجزائر. الجزائر يعني كل الشعوب او كل الامم وكل الارض. وتنتظر ذراعاي. تلاحظوا هنا ابتدى ربنا يتكلم عن دراعاته، ودراعاته دي مفروده فين؟ على الصليب.
فابتدى يلفت النظر، ومش بس يلفت النظر لذراعاه اللي بيقدروا يعملوا كل شيء، القادرين على كل شيء واللي بيحبوا الانسان وبيحتضنوا الانسان، لكن ده كمان بيخلي النفس تتشوق وتنتظر ذراعي ربنا او عمل ربنا في حياتها. القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. فهنا ربنا بيصير الناس انها تبص ناحية دراعاته، انها تلتفت لدراعات ربنا. دراعات ربنا يعني عمل ربنا، رمز العمل ربنا في حياته. فاثار فيهم الرغبة في الرسالة التانية، ان انتوا اذا كنتوا عايزين تختبروا الفرح والابتهاج والترنم والحمد، فانا بقول لكم بصوا لايه؟ لدراعاتي، انتظروا عملي. ارفعوا الى السماوات عيونكم وانظروا الى الارض. ما هو الخليقة كلها عبارة عن سماء وارض، فبيقول ارفع عينيك للسماء وبص وانظر الى الارض من تحت، فان السماوات كالدخان تضمحل والارض كالثوب تبلى وسكانها كالبعوض يموتون، اما خلاصي فالى الابد يكون وبري لا ينقص. ربنا يقول خبر ويقول لنا بصوا. الخبر الاولاني قاله لنا وقال لنا بصوا لمين؟ لابراهيم. الخبر الثاني اللي بيقوله دراعاتي وبيقول لنا بصوا الحاجة. ايه الحاجة اللي نبص لها؟ هنبص لايه؟ السماء والارض مالهم؟ هيحصل لهم ايه؟ سمك الدخان تضمحل، الدخان يطلع شوية كده وبعد شوية ما تلاقيهوش، السما دي مش هتشوفها بعد كده. طب والارض؟ كالثوب، كالثوب اللي هو الهدوم، بتبلى يعني بتقدم وتتقطع. طب واللي ساكنين في الارض دول عبارة عن ايه؟ شوية بعوض، شوية هوا يجوا كده يموتوهم، خطة بسيطة كده تفعصها. يعني الكل هيتغير، الكل هينتهي، لكن في حاجة مش هتنتهي. ايه هي بقى؟ اما خلاصي فالى الابد. العمل اللي انا بعمله بذراعاي، الخلاص اللي انا بقدمه للانسان ده الى الابد، ما بينتهيش، ما بيقلش، ما بينقص. وبري لا ينقص، بري اللي انا عايز اقدمه لك، حكم البراءة والتبرير والخلاص، محدش يقدر يقلده، ما بينقص. ده لو خد منه كل العالم ما بيخلص، خلاص دائم الى الابد يكون وبر لا ينقص، خلاص دائم وثابت. ده بيتم بذراعي الرب اللي متسمرتين على خشبة الصليب. عشان كده بر ربنا يكفي العالم كله ما ينقص. والبر اللي بيديه ربنا والخلاص اللي بيصنعه ربنا والبهجة اللي بيديها ربنا ما بتنتهيش. قال كده اراكم فتفرح قلوبكم، ومش بس تفرح، لكن الدرجة الاعلى من كده ايه؟ ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. محدش يقدر يقلل فرحك ده او ياخده منك، او الفرح ده يخلص. الفرح بتاع العالم بيخلص، بتجيب حاجة بتفرح بيها، تفرح بيها يومين ثلاثة وبعد كده الفرح ده بيخلص. بتنلها، بتبيع منها، بتتكسر، بتفقدها، بتتسرق منك اي حاجة. الفرح ده مش دايم. لكن الفرح اللي بيديه ربنا او الخلاص او البر اللي بيقدمه ربنا هو ده اللي بيدوم ومحدش يقدر ياخده منك ابدا. دي الرسالة التانية اللي ربنا بعتها. الرسالة الثالثة في عدد 7، اسمعوا لي يا عارف البر الشعب الذي شريعتي في قلبه.
لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم، لا ترتاعوا، لأنه كالثوب يأكلهم العث وكالصوف يأكلهم السوس، أما بري فإلى الأبد يكون وخلاصي إلى دور تدور. الرسالة الثالثة، مش بس ربنا قادر انه يعمل في حياتنا وربنا بيقول لنا بصوا لإيديا، لكن كمان ربنا بيقول لنا الخبر الثالث، بعد ما تختبروا البر، يا عارف البر، عرفتوا البر، والبر هو مين؟ الله المسيح الذي شريعتي في قلبه، خد كلمتي وحطها في قلبه وعاش بيها. المعرفة هنا عارف البر المذكورة ما هيش المعرفة العقلية او المعرفة الذهنية، لكن المعرفة اللي مقصود بها هنا المعرفة الايه؟ القلبية، اللي جوه القلب. معرفة القلبية ما هيش معرفة الخبر او ادراك الخبر او معرفة الجملة، لكن المعرفة هنا دي معرفة الاختبار، ان واحد حط كلمة ربنا وعاشها في قلبه بمحبة وبطاعة لكلمة ربنا. الناس او الانسان اللي عرف بر ربنا وعاش هذا البر، ربنا يقول له مفيش حاجة تخوفك، لا تخافوا، ما تخافوش من اي حاجة، من الناس، من الصعوبات، من الظروف. ما هو الشعب كان موجود في بابل وخايف من اهل بابل ومن سلطانهم ومن قدرتهم وتسلطهم. لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم لا ترتاعوا. النفس اللي دقت ربنا بتاخد قوة جبارة جدا، لدرجة ان كل مخاوفها تنزع منها. انت بتخاف لو واحد بس جه وقال لك انت مسيحي؟ كان اغرب تعبير واحد بيقوله، يعني كان مسيحي كده بس دخل في مجتمع غير مسيحي، فبيقولوا له، قال لهم اسمه مش باين قوي، فحس ان هم عايزين يعرفوا مسيحي ولا مش مسيحي، فخاف، فقال لهم انا لو مؤاخذة مسيحي. لا مؤاخذة ليه؟ ليه حاسس انك قليل؟ او ليه خايف؟ ربنا بيقولك ما تخافش حتى من شتايم الناس او من تعييرات الناس او من استهزاء الناس. اذا كان الناس بتشتمنا بسبب ايماننا بالله او بحياتنا بالله، ما تخافش، لان ربنا معانا، ولابد ان ربنا فوق الكل ويعلن نفسه على الكل حتى لو استهزأوا بيك، لانه كالثوب ياكلهم العث، زي الهدوم والعته بتاكلها بتنقرها، وكالصوف ياكلهم السوس، ده الصوف فرول كده وقطع، اما بري فالى الابد يكون وخلاصي الى دور ادوار. خلاصي مستمر باستمرار، وبري بقدمه للانسان باستمرار. ثلاث رسائل مفرحه جدا ربنا بعتها للانسان، وقال للإنسان ثق فيها، إن زي ما عملت قبل كده هعمل معاك، وزي ما الطبيعة بتقولك أنا بأكد لك إن أنا خلاصي دايم وبري دايم، فرحي دايم، راحتي دايمة، سلامي دايم. أشعياء لما شاف هذا الوضع وتشجيع ربنا للشعب ابتدى يصرخ صرخة عجيبة جدا، فابتدى في عدد 9 يقول استيقظي استيقظي، البسي قوة يا ذراع الرب، استيقظي كما في ايام القدم، كما في الادوار القديمة، الست انت القاطعة رهب الطاعمة التنين، الست انت هي المنشفة البحر مياه الغمر العظيم، الجاعلة اعماق البحر طريقا لعبور المهديين، ومجدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم، وعلى رؤوسهم فرح أبدي، ابتهاج وفرح
يدركانهم ويهرب الحزن والتنكد. أنا هو معذيكم. من أنت حتى تخافي من إنسان يموت ومن ابن الإنسان الذي يجعل كالعشب، وتنسي الرب صانعك باسط السماوات ومؤسس الأرض، وتفزع دائما كل يوم من غضب المضايق عندما هيأ للإهلاك؟ وأين غضب المضايق؟ سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب ولا يعدم خبزه. صرخة من أشعياء نيابة عن الإنسان ورد من ربنا على الإنسان. ربنا لفت نظر الإنسان وقال له انتظر ذراعاي وذراعاي يقضيان، يعني يحققوا، واستنى الذراعات بتاعتي دي. وأشعياء شايف رداءة الحال، الخطية عملت ايه في الانسان والاعداء عملوا ايه والخوف بيعمل ايه في النفس والخراب والدمار، وأورشليم اللي كان ليها مجد وبهاء حالها صعب جدا ما استحملش. فصرخ لربنا، امال انت ساكت ليه يا رب؟ عمال تقول لي بص لدراعاتي، طب ومستني ايه؟ استيقظي استيقظي يا ذراع الرب. وكأنه بيصحي ايدين ربنا عشان ايدين ربنا تشتغل. ربنا ألهب قلبه هنا، بقال له اطلع الى ذراع الرب. فصرخ الانسان يريد ان ينقذ هذه الذراع ويحركها للعمل. الصراخ لربنا ده مهم جدا، لانه بيلفت او مش بيلفت، بيخلي ربنا يمد ايديه بالشغل، لان ربنا ملتفت للانسان على طول. زي الام لما تبقى مثلا مشغوله في شغلها وسايبه طفلها الصغير نايم، اهم حاجه بتخليها تاخد بالها من طفلها ايه؟ صراخ الطفل. حتى لو كانت بعيده عنه تسال الناس هو بيعيط بيصرخ، لان دي الحاجه اللي بتخليها مهما كانت مشغوله تسيب الحاجه اللي في ايديها وتبص لايه؟ لطفلها. اهو ده الصراخ اللي صرخوا أشعياء، استيقظي استيقظي يا ذراع الرب. ساعات الانسان بيحس ان ايدين ربنا نايمة او ان ربنا نايم وسايبه، بالظبط زي ما التلاميذ كانوا في السفينة وفاكرين ان المسيح نايم والبحر هاج والرياح قلبت الوضع، فقالوا له انت نايم اما تبالي اما يهمك اننا نهلك؟ فهنا بيقول لها استيقظي استيقظي، البسي قوة يا ذراع الرب، البسي هدومك، اصحي من النوم والبسي هدومك. وهدوم ذراع ربنا هي الايه؟ قوة. عايز اختبر يا رب قوة في حياتي. استيقظي كما في ايام القدم. ربنا بيلفت نظر الانسان لايام القدم، لابراهيم واللي عمله مع ابراهيم. فهنا النفس كمان بتقول للربنا ما تعملي في حاجة في حياتي ايدين ربنا زي ما عملتي قبل كده مع غيري، كما في ايام القدم، كما في الادوار القديمة او الاجيال القديمة. وابتدى يفتكر عمل ربنا اللي سبق قبل كده. ألست انت القاطعة رهب؟ رهب دي هي مصر. الطاعنة التنين، التنين ده التمساح اللي موجود في نيل مصر. فالآية دي كناية عن عمل الله اللي عمله مع شعبه لما كانوا في عبودية أرض مصر. طبعا كانت مصر والتنين بتاعها ده رمز لمين؟ للشيطان. شوفوا النفس لما تبقى عايز ربنا يشتغل في حياتها وتصرخ لربنا وتقول له مد يا رب ايدك في حياتي، مش انت اللي طعنت التنين على خشبة الصليب، مش انت اللي طلعتنا من ارض العبودية، طب انا ليه يا رب ما زلت تحت العبودية، ما زلت تحت اغراء الشيطان، ما زلت تحت سلطان الخطية، ما زلت في ضعفي، ما زلت في تعبي، ما زلت في قلقي، ما زلت في اضطرابي، ما زلت في خوفي، زي ما اشتغلت زمان يا رب
اشتغل في حياتي؟ ألست أنت هي المنشفة البحر مياه الغمر العظيم؟ مأذن ربنا دي اللي نشفت البحر الأحمر الغمر العظيم قدام شعب إسرائيل لما عبروا بالرجل. الجاعلة أعماق البحر، عمق البحر ده اللي محدش بيقدر يشوفه بقى طريق لعبور الايه؟ المفديين. البحر ده رمز للموت، فأعماق الموت بقى طريق عشان يعملوا حياة في اي مجتمع، عشان يعملوا مدن جديدة. اول حاجة يعملوها في المدن الجديدة ايه؟ طرق. فالطريق رمز للحياة. فتخيلوا ربنا حول الموت الى حياة. البحر ده اعماق البحر رمز للموت، اللي كان ينزل في اعماق البحر ده ما بيطلعش، لكن دلوقتي البحر ده بقى طريق لعبور المفديين. الموت ده بقى حياة. النفس اللي فديت واشترت بدم المسيح، والنفس اللي افتدت بخروف الفصح وبدم الخروف، تقدر تختبر عمل ربنا. انت يا رب اللي عملت قبل كده، انت اللي اخرجت اللي كانوا في الجحيم، سبيت سبيا واعطيت الناس عطايا، تقدر تطلعني من جحيم ضعفي ومن جحيم خطيتي ومن جحيم شهوتي ومن جحيم انانيتي ومن جحيم رغباتي ومن جحيم احباطاتي؟ ما كل الحاجات دي عبارة عن جحيم بتخلي الانسان متضايق، مش قادر يرتاح، مش قادر يفرح. حتى لو لجأ للخطية وللتسلية وللترفيه وللضحك وللعب، لكن بالرغم من كده بيفضل من جوه تعبان، جحيم جواه. الجحيم مش حاجة الانسان بيبقى فيها، لكن المشكلة ان الجحيم يبقى جوه الانسان. ما هيش حاجة انا ببقى فيها، لكن المشكلة الاكبر انها تبقى جوايا. فعشان كده دين ربنا هي اللي بتعمل طريق لعبور المفديين حتى في وسط الموت، حتى في وسط اعماق البحر. وده اللي خلى داود يترنم برعاية ربنا وعمل ربنا في حياته. ان سرت حتى في ظل وادي الموت فلا اخاف شرا لانك انت معي. فاذا كانت الحياة في الماضي بذكرياتها والاحداث اللي حصلت قبل كده، ما بتعلنلناش عمل الله وما بنستفدش من هذا الاعلان، يبقى الاحداث دي كلها زي قلتها. لكن التاريخ ده فايدته انه يقول لنا ويشجعنا ان الله عمل قبل كده وبيعمل دلوقتي وحيعمل كمان قدام. بص كده اشياء اللي ربنا عمله زمان لهؤلاء المفديين اللي عبروا في البحر، وبعد ما عبروا في طريق الموت وطلعوا للحياة وللحرية، ابتهاج ومفدي الرب يرجعون ويأتون الى صهيون بالترنم. قال ده اللي احنا عايزين نختبره يا رب من ايديك، انك تفتدينا ايضا من سبي بابل ومن سبي الخطية، وترجعنا الى صهيون، وترجعنا بالترنم بالفرح وعلى رؤوسهم فرح ابدي. اشمعنى على الراس؟ الراس تكلله افراح ابدية. ليه على الراس؟ الراس دي فيها ايه؟ الفكر. يقول علماء النفس انت هو ما تفكر فيه. اذا كانت كل افكارك متشائمة، تصرفاتك وسلوكياتك كلها تطلع محزنة ومتشائمة وكئيبة. اذا كانت افكارك فرحانة، حياتك وادراكك ومتعتك بالحياة هتفرح. انت اللي بتفكر فيه. النفس اللي افتدت بقى ليها فكر المسيح، فكر الفرح الابدي. عشان كده مفدي الرب يرجعوا مرة تانية لصهيون، وتتبني صهيون، وتتبني العلاقة مع صهيون. دي مدينة الملك العظيم، المكان اللي بتلتقي فيه الشعوب مع الله. بالترنم وعلى رؤوسهم فرح ابدي لا ينتهي. ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد. خدوا بالكم التعبير الجميل، الابتهاج والفرح
هم اللي هيلحقوا الايه؟ المفديين. مش المفديين هم اللي هيجروا يدوروا على الابتهاج والفرح، لا، ده الابتهاج والفرح هم اللي هيوصلوا لحد المفديين. والحزن والتنهد يهربوا من المفديين، هم اللي يهربوا، هم اللي يبعدوا. مش المفديين هم اللي هيهربوا من الحزن والتنهد. بالطبيعة الجديدة اللي ربنا بيديها لنا في العالم احنا بنعمل العكس. في العالم احنا اللي بنجري ورا الفرح والابتهاج وما بنلحقهوش. في العالم احنا بنهرب من الحزن والتنهد، عايزين نبعد عن الاحزان، وبالرغم ان احنا بنهرب منها بتحصلنا. شوف الوضع معكوس. اللي اختبر ايدين ربنا وعمل ايدين ربنا في حياته الابتهاج والفرح يلحقوه يدركوه، والحزن والتنهد يهربوا منه. بينما اللي ده المتمسك بالعالم عمال يجري ولا الفرح والابتهاج ومش قادر يحصلهم، وعمال يهرب من الحزن والتنهد وبيلحقوه. شاف الصورة الجميلة دي اشياء وصرخ لربنا بتحقيقها، فربنا رد عليه في عدد 12. طلب معنى الخلاص، ومعنى الخلاص او معنى الفداء خلاص من كل اللي بيضايقني، ومش بس خلاص ولكن كمان فرح ابدي، خلاص من كل اللي بيتعبني، خلاص من كل اللي بيحاربني، ومش بس الخلاص لكن معاه فرح ابدي بهذا الخلاص. فربنا رد عليه وقال له انا هو معذيكم. ربنا بيقدم شخصه لينا كتعزية وكفرح. ايدين ربنا اللي الانسان تطلع اليها وربنا لفت نظر الانسان اليها، ذراع ربنا دي هي قوته. عشان كده يقول يمين الرب صنعت قوة، وذراع ربنا دي ممتدة باستمرار، ممتدة يعني مفرودة لانها الصليب ايه ثمرت. ذراع ربنا قوية، ذراع ربنا ممدودة، بيسميها في حتة تانية ذراع ربنا رفيعة، رفيعة يعني عالية فوق كل شيء. فإذا كان الإنسان بيطلب ذراع ربنا القوية وذراع ربنا الممتدة وذراع ربنا الرفيعة والعالية، ربنا بيقول له أنا هو معزيك. اللي أنت عايزه هعمله لك، اللي انت عايزه انا هفرحك بيه، انا هخليك تعيش فيه. انا هو معزيكم، من انت حتى تخافي من انسان يموت؟ والتعزية اول حاجة ربنا بيعملها بانه ينزع المخاوف. انت خايف من مين؟ من انسان؟ الانسان ده قد يكون مين؟ قد يكون الناس اللي حواليا اللي بيهددوني. تقول لي مفيش حد بيهددني، هقول لك في خوف من انسان تاني انت خايف لا ياخد فرصتك، ياخد شغلك، ياخد مكانك، ياخد ارتباطك اللي انت بتحبه. في خوف كتير من حاجات كتيرة ان واحد يجي ياخد مكاني في اي مكان. ممكن الانسان ده يكون نفسي، خوف من نفسي، من انحطاطي، من رغباتي، من الدناوة بتاعتي. يقول لك انت خايف من انسان، ما تخافش من اي انسان ايا كان هذا الانسان، قوته او سلطانه او اغراءه او منافسته. ده انا هو الرب معزيك. من انت؟ انت تطلع ايه؟ اقول له انا رب الضعيف اللي من غير قوة، انا المزبي، انا اليائس، انا المرفوض، انا اللي حاسس اني مش قادر اعمل حاجة. ربنا يقول لك ما تخافش، انت من شعبي، وان كل اللي انت خايف منه هينتهي. من انت حتى تخاف من انسان يموت ومن ابن الانسان الذي يجعل كالعشب؟ العشب ده حاجة بسيطة جدا، مجرد ما الواحد بيمشي عليه بيموت، بيفطس. ادي الانسان اللي انت خايف منه. خلي نظرك عليا، انا هو الرب معزيك.
ان كل اللي بيضايقوك هيهلكوا. انت باصص للناس ليه؟ سواء لنفسك او للي حواليك، وتنسى الرب صانعك. ليه باصص للي حواليك ومش باصص لربنا؟ ده انا اللي جبتك، انا اللي اوجدتك، انا باصص السماوات ومؤسس الارض، انا اللي عملت كل الكون وكل الخليقة. عشان كده ما تبصش لحد، بصلي انا. حاجة العجيبة ان شعب اسرائيل، شعب الله، ده كان في الاول اعجبوا ببابل وبحضارة بابل وبقوة بابل وبغنى بابل، حبوا بابل. وجي حضقيا الملك فتح كل كنوده قدام البابليين وفرجهم. بعد شوية اللي حبوهم دول لما جم تسلطوا عليهم وغلبوهم خافوا منهم. مفر بابل انها تسبي الشعب وتسيطر على الشعب، لكن مفر ربنا انه يحرر الشعب. فربنا بيقول له انت مين؟ انت بتخاف مين وبتحب مين؟ طلع الانسان ان الانسان بيحب العالم او بابل وبيخاف من بابل، بينما كان مفروض يحب مين؟ الله ويخاف الله. عشان كده من انت؟ انت ايه بالظبط؟ انت بتحب مين وبتخاف مين؟ المخاوف بتاعتك دي انت خايف من ايه؟ ولما بتحب بتحب ايه؟ سؤال مهم جدا لازم الانسان يحدده جوه نفسه. لكن ربنا بيقول انتوا خفتوا من بابل بعد ما حبيتوا بابل، بينما كان مفروض ان المخافة تبقى ليا والحب يبقى ليا. لكن مع هذا برغم انكم نسيتوا الرب باسط صانعك وباسط السماوات ومؤسس الارض، وتفزع دائما كل يوم. ما تنساش ربنا اللي صنعك، وما تنساش قوته الغير محدودة وقدرتك انا بعيده الذي صادقة وامينة. ما تنساش ده عزيته اللي عايز يعزيك بيها لكل متضايق ولكل خايف. وتفزعوا دائما كل يوم من غضب المضايق. ارجو تصحصحوا الكلمة الاخيرة دي، تفزع دائما كل يوم. يا ترى انا حياتي فيها فزع باستمرار كل يوم من الحاجات اللي بتضايقني؟ هل تفزع كل يوم دائما من غضب المضايق؟ عندما هيأ للإهلاك، هيأ يعني جهز انه يهلكك. في ناس واحنا اوقات كتيرة بنبقى حاسين ان احنا كل يوم مهيئين للهلاك، معدين للهلاك، ان احنا حنضيع كل يوم، سواء مش قادرين نحقق، مش قادرين نثبت، مش قادرين. نفس حاسة انها مهيئة للهلاك، وكل يوم بتقوم مفزوعة من مخاوف كتيرة موجودة في حياتها. ربنا بيقول ليه تفزع دائما كل يوم من غضب المضايق حتى لو كان بيجهز لإهلاكك؟ بص كده حواليك، أين غضب المضايق؟ مين اللي يقدر يعمل لك حاجة مهما كان غضبه ومهما كان شدته؟ لكن يختم بآية جميلة جدا الله يدي فيها رجاء وتعزية، إنك ما تخافش من غضب المضايق أو من كل حاجة ضدك او بتعكسك، لاني انا هو الرب معزيك. طب هتعمل ايه يا رب؟ سريعا يعني بسرعة يطلق المنحني. المنحني ده يعني من كتر التقل ايه؟ اتحنى. ما هو انا اللي اتحنيت من كتر الخطية او من كتر الهم او من كتر الرغبات او من كتر الاحزان او من كتر الاحباطات او من كتر تسلط شهوات عليا احنتني. ربنا يقول سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب. مش نهايته انه يموت في الحفرة. ما هو الحاجات المنحني ده عليه حاجات تقيلة متقلة مش قادر يطلع من الحفرة. فربنا يؤكد لا يموت في الجب، لاني انا هو معزي، انا اللي هصنع له خلاص. ولا يعدم خبزه.
ما ينتهيش اكله باستمرار، يعني حياته دايما. الانسان اللي بيعدم الخبز يعني حياته بتفقد، لان الخبز هو قوام الحياة. عشان كده لا يموت في الجب ولا يعدم خبزه، وعد من ربنا للنفس اللي طلبت وقالت استيقظي استيقظي يا ذراع الرب. ربنا بيأكد في رسائل تعزية ان هو اللي بيصنع هذا الخلاص لكل نفس بتفزع كل يوم وتقوم مخضوضة وحاسة ان في حاجات كتيرة بتضايقها، حاجات كتيرة بتتعبها، وحاجات كتيرة بتهيأ لإهلاكها أو لضياعها ولتدميرها. ربنا يقول أين غضب المضايق؟ مفيش، ما يقدرش يعمل لك حاجة. سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب ولا يعدم خبزه. وعد جميل جدا من ربنا ورجاء جميل جدا لينا في ربنا. لكن مين اللي يقف يقول لربنا استيقظي استيقظي يا ذراع الرب؟ البسي قوة يا ذراع الرب، استيقظي كما في ايام القدم. صلاة جميلة هنقف نصليها دلوقتي من عدد 9 لعدد 13، وياريت ان كل واحد يكلم ربنا بالايات دهيت ويطلب عمل ربنا في حياته. اتفضلوا نصلي. الهك واما الرب الهك مزعج البحر فتعج لججه، رب الجنود اسمه. قد جعلت اقوالي في فمك وبظل يدي سترتك، لغرس السماوات وتأسيس الارض، لتقول لصهيون انت شعبي. انهضي انهضي قومي يا اورشليم التي شربت من يد الرب كأس غضب، ثقل كأس الترنح شربت مصصتي، شربتي مصصتي. ليس لها من يقودها من جميع البنين الذين ولدتهم، ليس من يمسك بيدها من جميع البنين الذين ربتهم. اثنان هما ملاقياك، من يرثي لك؟ الخراب والانسحاق والجوع والسيف، بمن اعزيك؟ بنوكي قد اعيوا، اضطجعوا في رأس كل ذقاق كالوعل في شبكة. الملآنون من غضب الرب من ضجرة الهك. لذلك اسمعي هذا ايتها البائسة والسكرى وليس بالخمر، هكذا قال سيدك الرب وإلهك الذي يحاكم لشعبه: ها أنا ذا قد أخذت من يدك كأس الترنح، ثقل كأس غضبي، لا تعودين تشربينها فيما بعد. وأضعها في يد معذبيك الذين قالوا لنفسك: انحني لنعبر. فوضعت كالأرض ظهرك وكالزقاق للعابرين. استيقظي استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب ثياب جمالك يا أورشليم، المدينة المقدسة، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. انتفضي من التراب، قومي اجلسي يا أورشليم، انحلي من ربط عنقك أيتها المسبية ابنة صهيون. فانه هكذا قال الرب: مجانا بعتم وبلا فضة تفكون. لانه هكذا قال السيد الرب: الى مصر نزل شعبي اولا ليتغرب هناك، ثم ظلمه اشور بلا سبب. فالان ماذا لي هنا يقول الرب حتى اخذ شعبي مجانا؟ المتسلطون عليه يصيحون يقول الرب، ودائما كل يوم اسمي يهان. لذلك يعرف شعبي اسمي، لذلك في ذلك اليوم يعرفون اني انا هو المتكلم، ها انا ذا مجدا للثالوث الاقدس. الله ما زال يشجع النفس بعمله وبقدرته على الانقاذ وبقدرته على التغيير
وبيقول لها انا الرب الهك مزعج البحر. فتعج لججه رب الجنود اسمه. انت بتخافي من ايه ونسياني؟ ده انا القادر على كل شيء. ربنا بيزعج البحر يعني مجرد كده انه يهزه هزه البحر يعمل ايه؟ يهيج. تعج لججه يعني امواجه تعلى وتعلى وتعلى. فاللي قادر انه يزعج البحر قادر برضك انه يسكته. هو قادر على كل شيء. رب الجنود اسمه، او رب القوات اسمه. ما تخافش من اي حاجة، لان الله بيقدم نفسه حصن للانسان وقادر على كل شيء مع الانسان. قد جعلت اقوالي في فمك. وقدرتي القدر على كل شيء دي بحطها من خلال كلمة في فمك، في بقك. كلمة بقولها لك انت تنطق بيها وتعيش بيها. وبظل يدي سترتك، يعني كلمة ربنا اللي كلها قوة، وكلمة ربنا القادرة، وكلمة ربنا اللي امضى من كل سيف دي حدين، وكلمة ربنا اللي زي المطرقة تحطم الصخر. كلمة ربنا بقوتها بيحطها في فم الانسان، فالانسان ينطق بيها فينطق بقوة. عشان كده ربنا بيحط اقواله في فم كل واحد منا. الكلام ده بيقوله لشعب اسرائيل وبيقوله لي، وبيقول لكل واحد كلمتي المقتدرة القادرة احطها في فمك. بكلمة واحدة تستطيع انك تصنع عجائب، وده اللي شفناه. ربنا لما حط كلمته في فم بطرس، بطرس قال له لك اقول قم وايه وامشي. كلمة ربنا لما بتتحط في فم احد بيبقى ليها سلطان. حطها في فم بولس، فبولس سبر عالم كله واثره للمسيح بمحبة المسيح وبالكرازة بتاعته. اللي بينطق بكلمة الله ينطق بقوة الله وبقدرة الله. حطيت قوتي في فمك، تستغل سلطاني وتشتغل بسلطاني وتؤمر. اذا كنت اديتك قوة انك تؤمر تخاف من ايه؟ وبظل يدي سترتك، ضللت عليك بايدي او حفظتك تحت ايدي. مين اللي يقدر يعمل لك اي حاجة؟ لغرس السماوات وتأسيس الارض. ده شوف سلطانك يوصل لفين؟ للسماء وللارض. ما هي كلمة واحدة الانسان بيصلي بيها بيفتح ابواب السماء. ليه سلطان انه يحرك قوات السماء. قديسين بكلمة واحدة بيحركوا كل قوات السماء، وليهم سلطان بكلمة واحدة على الارض. كل ده بقى للانسان لما جه المسيح. ما هو لما بقيت انا في المسيح بقى ليا سلطان المسيح على السماء وعلى الارض. المسيح ادى كلمة كده لبطرس وقال له اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، ما تحله على الارض يكون محلول على السماء، وما تربطه على الارض يكون مربوط في السماوات. ليك سلطان على السماء والارض. كل ده من خلال المسيح. عشان كده دي ايضا نبوة رائعة جدا عن شخص المسيح. المسيح اللي ما كانش يقول انا لا اتكلم من ذاتي، ولكن كما يعلمني ابي هكذا اتكلم. لغرس السماوات والارض المسيح جه علشان يصنع خليقة جديدة في السماء والارض. رأيت سماوات جديدة وأرض جديدة زي ما شاف يوحنا في سفر الرؤيا. فبقى المسيح كواحد من الشعب نائب عن البشرية كلها، وبقينا احنا جوه المسيح لينا هذا السلطان ولينا هذه المقدرة. ولتقول لصهيون انت شعبي، تأكد لهم ان انتوا تبع ربنا. وخدوا بالكم ان ده عمل المسيح، ان المسيح جه يقول لكل انسان انت ابن ايه؟ الله. المسيح صار ابن انسان عشان يخلي الانسان ابن لله. لتقول لكل انسان انت شعبي. وبقى ده عمل كل واحد مسيحي يكرز بالمسيح، او عمل الخدام. هما الخدام بيقولوا ايه للناس؟ ملخص الكلام، خدام خدمتهم بتقول ايه للناس؟ ان انتوا شعب ربنا، انتوا بتوع ربنا. بقى كل واحد مسيحي دي خدمته،
ان يعرف الاخرين ان انت شعب الله، ان انت تبع الله. فمش بس انت تتغير وتختبر قدرة الله وسلطانه، لكن كمان يبقى عندك مقدرة انك تغير الاخرين ايضا. وبعدين ابتدى ربنا يوجه دعوة جميلة جدا لصهيون ولأورشليم او لكل نفس منا، يقول لها انهضي انهضي قومي يا أورشليم التي شربت من يد الرب كأس غضب ثقل كأس الترنح. شربت، شربتي، مصصتي، مصصتي يعني شربتي الاخر ايه نقطة لدرجة انها مصمصت الكاس. النفس اللي قبلت تأديب ربنا، مع كأس الترنح ده او كأس الالم ده ربنا سمح بيه او سآه لصهيون علشان تتأدب وتستيقظ. فهنا بيقول لها انهضي بقى انهضي، لان زمن التأديب انتهى. اللي شربت من ايدين ربنا كأس الغضب والتأديب، واللي قبلت هذا التأديب لاخر قطرة او لاخر نقطة، لدرجة انها ترنحت من شدة الالم كأس الترنح. اورشليم اللي شربت الالم ربنا بيدعوها انها تنهض، تقوم، تاخد قوة القيامة. النفس اللي تأدبت وقبلت الادب من ربنا، ربنا لما بيسمح بشوية الام في حياتنا علشان يفوقنا او علشان ان هو ينبهنا، لكن ما بيخليناش موجودين في الادب او في الالم على طول، بيدعونا ان احنا نقوم وننهض ونقف على رجلينا. وكان التأديب بتاع اورشليم انها سلمت للتخلي او للترك، لدرجة ان محدش عبرها. ربنا بيقول لها ما تستمريش في حالتك دي، وابتدى يشرح لها هو عمل كده ليه وبيدعوها لايه. في التأديب اللي هي مرت بيه بيقول ليس من يقودها من جميع البنين. صهيون او اورشليم بعد ما حصل سبي بابل ما بقاش ليها ملك، ولحد دلوقتي شعب اسرائيل مالهوش ملك، مفيش حد من اولاده يقوده. كان زمان من نسل داود يجي ملك على اورشليم، لكن دلوقتي ليس لها من يقودها من جميع بنيها الذين ولدتهم. يعني هي ولدتهم ولما احتاجت حد مساعدة من اولادها محدش عبرها، لان اولادها كلهم مشوا ايه وسابوها. وليس من يمسك بيدها من جميع البنين الذين ربتهم. محدش يمسك ايديها ويمشي بيها من البنين اللي ربتهم وتعبت في تربيتهم. وهم دلوقتي الناس بتزعل انها ما بتخلفش، يقول لك انا ما ولدتش او ما خلفتش، مين اللي هيسندني في شيخوختي ولما عجز. وبرضك بيخلفوا وعيالهم بايه بيسيبوهم بيرموهم. فهي ولدت وتعبت في الولادة ومحدش وقف، ربت وتعبت في التربية ومحدش سندها، لانها فضيت، سابوها متروكة لوحديها، الكل بيدور على نفسه ومحدش التفت اليها. تأديبها ليس من يقودها وليس من يهتم بيها، لكن مين اللي مسك في ايديها ومين اللي كان بيسأل عليها؟ يقول اثنان هما ملاقياتي. اثنين كانوا بيلاقوكي دايما وهما اللي بيسألوا عليكي. من يرثي لك؟ مين اللي تصعدي عليه من اللي من اللي انت عمالة تلاقيه؟ الاثنين اللي عمالين يلاقوكي دول مين هما الاثنين دول؟ الخراب والانسحاق والسحق، الجوع والسيف، هما دول اللي ماسكين في ايديك وبيلاقوكي تملي. النفس اللي بعدت عن ربنا ووقعت تحت الدينونة وغضب الله، وقعت تحت الدينونة وغضب الله وصرت ان هي تفضل في خطيتها، اهم دول اللي هيفضلوا ماسكينها، مش هتلاقي معونة من حد. لكن الخراب والسحق ودول بيطلعوا من جوه النفس او من داخل المدينة، حاجة خربانة، حاجة مسحوقة، روح منكسرة. والجوع والسيف دول جايين منين؟ من بره. يعني خراب من جوه ومن ايه؟ من بره. من بره
جوع وسيف ومن جوه خراب وانسحاق او سحق. بمن اعذيكي؟ سؤالين جمال جدا. النفس المتألمة بسبب خطيتها وبسبب بعدها عن الله، مين اللي يرثي لك؟ تصعبي انت على مين؟ طبعا ولادها، حتى ولادها اللي تعبت فيهم في ولادتهم وتربيتهم ايه؟ سابوها، ما رثوش ليها، ما سألوش فيها. من يرثي لك؟ السؤال الثاني، من يعزيك؟ مين اللي يقدر يعزيك في شدتك وفي ألمك؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟ لا احد يرثي لها ولا احد يعزيها، لكن تدور النفس هل من يرثي او هل يوجد من يعزي؟ هتلاقي مفيش غير واحد بس، هو مين؟ هو ربنا. هو ربنا اللي بتصعب عليه النفس، وهو ربنا اللي بيقدر يعزي النفس. بنوكي قد اعيوا، هم نفسهم اللي انت بتفتي الى معونتهم وان هم يعزوك او تصعبي عليهم، هم نفسهم تعبانين. اتجعوا في رأس كل ذقاق، كل ذقاق يعني كل حارة او كل شارع، كالوعل في شبكة. الوعل اللي هو الغزال، عارفين الغزال لما يقع في الشبكة يفضل يعمل ايه؟ يرفص، عايز يقطع الشبكة دهيت، يقعد يخبط بايديه وبرجليه لكن ما بيقدرش يخلص نفسه. اذا كان ولادك مش قادرين يخلصوا نفسيهم هيخلصوك انت؟ مش قادرين يعينوا نفسيهم هيعينوك انت؟ الملانون من غضب الرب من ضجرة الهك، لان كل ده اتى عليك نتيجة بعدك عن الله وانفصالك عن الله. لكن مع هذا، اذا كان دي الحالة الصعبة اللي وصلت اليها النفس الخاطئة، زي ما شفنا الابن الضال الحالة اللي وصل اليه لما بعد عن حضن ابوه، انه جاع واحتاج وذل، وكان يشتهي ان ياكل الخرنوب ومحدش اداله، محدش رفع ليه، ومحدش عزاه. ما هي دي نتيجة الخطية والبعد عن الله، مش هتلاقي حد يرثي لك ولا حد يعزيك. ولكن مع هذا في واحد بس هو اللي بيرثي للنفس، واحد بيعزيها اللي هو ربنا. عشان كده ربنا ابتدى يكلمها ويقول لها: لذلك اسمعي هذا ايتها البائسة والسكرة. اسمعي الكلمة اللي انا بقولها لك في يأسك وفي بؤسك وفي تعبك وفي شقائك، وانت سكرانة ولكن مش من الخمر، دي سكرانة من الايه؟ من الالم، من الوجع، مش من الفرح، مش من السرور. هكذا قال سيدك الرب وإلهك الذي يحاكم لشعبه، أو الذي يقضي لشعبه ويحكم لشعبه. خبر المفرح بقى، هي بتتساءل مين اللي يقدر يعزيني ويرثي ليا؟ ربنا هو الوحيد اللي يقدر يعزي ويرثي. ها أنا ذا قد أخذت من يدك كأس الترنح، انا هاخد منك كأس الالم اللي انت سكرانة وعمالة تتطوحي بيه. ثقل كأس غضبي لا تعودين تشربينها فيما بعد. شوفوا تعزية ربنا الجميلة، لا مش هخليك تتألمي تاني، مش هخليك تتعبي تاني، مش هسقها لك مرة تانية، هصنع لك الخلاص والفداء والتغيير. مش بس خلاص من كل مضايقيقي، لكن هغيرك انت كمان عشان ما ترجعيش للخطية مرة تانية. فلا تشربي كأس الترنح مرة اخرى او كأس غضب الله مرة اخرى، هاخدها من ايدك، مش هتمسكيها ومش هتشربيها تاني. هكذا قال سيدك الرب وإلهك الذي يحاكم لشعبه. هنا بيقول لها سيدك، اللي هيسود عليكي انا بقى، مش بابل ولا الخطية ولا الشيطان، لكن انا اللي حسود عليكي، وانا اللي هتحكم فيكي، وانا اللي حقودك، وانا اللي هحكم لك. الله لما يتولى امر النفس بنفسه، مش بس هاخد منك كأس الترنح ومش هتشربيها، لكن هحطها في ايدين معذبيكي.
وأضعها في يد معذبيك الذين قالوا لنفسك انحني. حطها في ايدين اللي تسلطوا عليك وامروك انك تنحني قدامهم وتخضعي لهم وانك تسجدي ليهم، وان هم تقلوك لدرجة الانحناء، ومش درجة الانحناء وبس، ده كمان قالوا لك ايه؟ انحني لنعبر، يعني وقتي عشان نمشي عليك ندوسك. فوضعتي كالارض ظهرك، يعني عملتي ظهرك ليهم كايه؟ كارض يمشي عليها يدوسوا عليها. ما هو الانسان مش بيسمح للخطية وللشيطان بس ان هم يتسلطوا عليه، لا ده بيسمح لها كمان ان هي تدهوس فيه وتدوس عليه لحد ما تسحقه، لحد ما تذله. الانسان اللي بيستسلم للخطية وللشر وللشيطان، والانسان مش قادر يقول لا، وكل ما بتقول اه للشيطان كل ما بيزود طلباته، كل ما بيزود سيطرته، كل ما بيزود تحكمه. قالوا لنفسك انحني، حلوة كلمة قالوا لنفسك، يعني بيخاطبوا هنا الايه؟ النفس. الحرب حرب نفسية، الشيطان ما بيتسلطش كده مرة واحدة، ده هو بيسيطر على فكر الانسان، يشكك ويحير ويلخبط ويأس، حرب نفسية. واذا كسب الشيطان الحرب النفسية واحتل عقل الانسان، احتل كل حياة الانسان، احتل جسده واحتل ارادته واحتل روحه، احتل كل شيء. قالوا لنفسك احني ظهرك، حرب حرب نفسية، لان الشيطان ده عبارة عن قوة ايه؟ عقلية، فسيطر حتى على الجسد، خلى الجسد ينحني وهو يعبر عليه. وكالزقاق للعابرين، زقاق يعني ممر ضيق للي عايز يروح ويجي. وكأن الخطية بتقول لكل واحد فينا انحني علشان اعبر وعدي من فوقيك وادوس فيك ودهوس فيك. لكن ربنا بيوعد النفس هنا ان كأس الترنح او الالم ده هياخده من ايديها ويحطه في ايدين معذبيها. بابل عذبت شعب اسرائيل، فربنا قال اللي عملته بابل في اسرائيل هي تشربه نفسها، واللي عمله الشيطان في البشرية هو ايضا هيشربه، هو كمان هياخد ويدو بمرارة اشد. فربنا قال للنفس ما تزعليش حتى لو انت كنت تحت التأديب، تحت الترك، تحت التخلي، ما تحسيش بيأس، ما تحسيش ان رجائك مفقود، لكن انا هغير كل الاوضاع، انا هصلح كل الامور. ربنا لطيف جدا في محبته، وبيحط رجاء وامل فينا باستمرار، ان مهما كانت الحالة اللي احنا وصلنا ليها، حتى لو كنا احنا وصلنا لدرجة ان الشيطان بقى يعبر على ظهرنا، بقينا احنا معبر يروح ويجي للاخرين من خلالنا ويدوس فينا ويدهوس فينا، ربنا يقول لنا لا، في امل وفي رجاء وفي قدرة.